السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة بلانيت زو. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تسون اللايك والاشتراك، من اللايك، وخلونا نبدأ. أول شيء شكرا 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 لكم على التفاعل والدعم الرهيب للحلقة الأولى اللي نزلتها، فقلت مدام في تفاعل ودعم رهيب لازم تنزل الحلقة الثانية، وبرضو إذا كان في تفاعل ودعم رهيب للحلقة هذه. يا شباب الحين هذا طلع من الجهة الثانية، ما توقعت يحفرون بصراحة. قلتوا لي بعضكم قال فايز طلع من هنا، شفتوا حفر من هنا وطلع من هنا. قلتوا لي اسمه لامور، بعضكم قال اسمه نمس تذكر مع ريزنت ايفر. المهم الحيوان هذا قلتوا لي من اسمه يعني قال له نسن، ما ادري اسم بصراحة ضاع اسمه. المهم الحلقة هذه ما علينا، راح نضبط الحديقة ونجيب الحيوان الثاني بإذن الله. ما أدري شو اسمه صراحة، ضيعت الكلمة اللي كنت بقولها. طيب في ناس قالوا فايز حديقتك مرة فاضية، أنا عارف لأن بدايتنا لازم تكون كل شيء مرة فاضي، لكن صدقوني 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 راح تكون الحديقة مرة زحمة، بتكون فايز حديقتك مرة زحمة، لكن انتظروا انتظروا انتظروا. طيب أول شيء بنسويه نبي نضيف مطاعم. أوكي أنا دخلت مكان خاطئ. راح اضبط، قلتوا لي فايز ضبط مكان هذا، حط اشجار، راح اضبطها ان شاء الله، راح اضبطها. حاليا نحتاج مطاعم لان الناس زعلانه تحتاج مطاعم، صح؟ يمكن نضبط. لا ممكن تشر عليه كذا. اوكي يا تحتاجون انرجي، اوكي هانجر، اوكي يحتاجون شيء يتعلمون. اوكي لما ضفنا لوحات ضفنا لوحات، يا ضفنا لوحات هنا المفروض. هل اضيف ثانية؟ لا ما اتوقع، لا تكفي يا وحدة. طيب خلونا نجيب مطاعم، لان نحتاج مطاعم بصراحة عشان الناس ما يذبحهم الجوع. خلنا نحط صرافة هنا، نحطها عند المدخل صح؟ تكون هنا وحدة كافية صح؟ يا حاليا وحدة، حاليا وحدة كافية. طيب المطاعم لسه ما فتح لنا شيء جديد، كلهن النوع القديم اللي زي كذا، مو مشكلة. خلنا ناخذ مثلا حق المشروبات هذا، ابغى اكون مرتب الاشياء، ما ابغى احط عشوائي بصراحة. خلنا نحطهم هنا على المنطقة هذه صح؟ او خلوه داخل شوي، صدق لا بخليهم داخل. لحظة بعلمكم الحين فكرتي، خليهم داخل ليش؟ عشان يكون في دقيقة بعلمكم الحين فكرة ايش بسوي. هذا اكبر شيء جيبه من هنا، يعجبه من هنا، كنسل السناب. اوكي ضبطت المكان حقهم شوي. ما ابغى احط اشجار كثيرة عشان ما يكون شكله مرة مهم، كذا مرة حلو شكله، ايش رايكم؟ يعني كذا انا عاجب، حطيت اشجار هنا كبار وهنا صغار. طيب وبرضو حطيت هنا في مساحة زي ما تلاحظون مساحة كبيرة، هنا بنحط المطاعم. عطنا هذا بـ2000 مو مشكلة حاليا. خليني احط مثلا اللي بيكون كذا، اوكي حلو. ونحتاج حق اكل، يا ما راح اخذ من ذولا، ابغى هذول. بخلي فراغ بينهم شوي، توقعت انه مو داخل بعض، اذا ما يعجبني ما يكون متوازي معه، تساوي معه مو كذا. مو مره، لكن مو مشكله مو مشكله مو مشكله. طيب ونحط برضو ايش نحط؟ نحط حق هدايا. خلنا نحط واحد حق هدايا، بيكون هنا يا هذا، يا يعني بيكون هنا. املا هذه الشجار، بضبط المكان. صدق المفروض حطينا هذول، لا هذا تيم الهندي فما اتوقع يمشي معنا. هذا حلو، صدق هذا حلو، هذا يمشي مع ثيم فايز ولا هذا؟ يا هذا مره حلو وفي كبير. طيب باخذ الصغير هذا،
حطه داخل هذا يطلع تمام صح؟ مو مرة. كنسل كنسل. لحظة بحاول اجيبه صح. كذا صح؟ نو. مو لازم مو لازم. طيب. شيء ثاني هذا حق المعلومات، خلينا نحط واحد هنا عشان اللي ما يعرف الطريق ولا يعرف شيء يشرحوا له بالضبط. نحطه كذا. يا عشان يمديني يغطيهم بالاشياء. حلو. في شيء ثاني؟ هذا لسه دورة مياه ما حطينا. شت 4000. اصلح هنا صح؟ يا تصلح هنا يا حلو، حتى شكله مره حلو. لو ان كاش. طيب مو مشكله مو مشكله مو مشكله ابدا ابدا. عندنا هنا تشيف متخلصناه، يعطينا 300 مو شيء. طيب ليش هذا مسكر؟ ممكن اعرف ليش ما في موظف؟ خلنا نجيب موظف على السريع. لا ابغى موظف. يا تعال اشتغل هنا بسرعة اشتغل. طيب حاليا ايش بسوي؟ بحط كراسي عشان استجلس اكيد. مفروض فايز هنا الكراسي، كراسي طاولات يا هنا. ابغى شيء يكون على الثيم يا هذي. يس هذي مرة تمام. طيب اوزعها بالترتيب كيف، خليها مرتبة ورا بعض. اوكي ثلاث أربع كذا، هنا برضو أربع. عارف إنها ما هي بالتمام لكن مو مشكلة. هنا برضو أربع، حلو. يا أبد مو بالتمام، مو مشكلة مو مشكلة أبدا أبدا مو. برضو ناخذ كراسي من النوع هذا. مثلا نحط حطه هنا، مثلا أحد بينتظر هنا. حطه هنا لو حد بينتظر شيء، احد بيطلع من دورة المياه. يا كذا مرة حلو. خلي حط، لا 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 لا. حطها قدام هنا، حلو. حلو، اوكي. الواحد جلس. ممتاز ممتاز، يا هذا اللي انا ابي. طيب، نسينا نحط بن. طيب خلونا نحط نوع هذا. اوه ماي جاد، يعني نوع هذا مرة رهيب. خلنا نحط وحدة هنا. أنا ما أدري ليش المحل هذا مو راضي يفتح. هنا هذا عليه زحمة كذا صح؟ نحط وحدة ليش لا؟ يا برضو وحدة هنا تحتاج. حلو أوكي حلو حلو. كم عندنا شخص داخل؟ عندنا 383. ممتاز ممتاز. المحل هذا بدأ يقهرني، ليش ما يفتح؟ ليش ما يفتح؟ نو باور. اها يحتاج كهرب. طيب ما وصل له كهرب. طيب حط طاقة شمسية، خلينا نشوف. يا هو خارج الطاقة او نحط كهرب كبير. حاليا هذا كان بالفين، حاليا بحط طاقة شمسية بصراحة. خلنا نحطه مثلا الى هذا عني عشان اشوف. بخليها كذا ورا. اوكي انا الطاقة الشمسية ما تأثر على الزوار وكذا، ما لها صوت ما لها اي شيء، فما راح تأثر عليهم. خلنا نحط لها طريق خاص بالموظفين. لا 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 ايش هذا، هذا مرة صغير. ايش بكينا؟ مو راضي يشبك هنا. طيب كيف اجيبه؟ اتوقع بخليه يجي من وراهم كذا صح؟ صح بيكون شكله خطأ لكن مو مشكلة، بس بيكون الموظفين كذا. بحط اشجار كذا زينة عشان ما يشوفون. يا الحين اشتغل صح؟ يا اشتغل حلو. طيب حاليا خلونا نشوف الحيوان اللي بنجيب.
خلونا نجي فوق. لا مو هذا، في حيوان جديد برضو نزل مع الدي ال سي هذا حق افريقيا اللي هو في واحد قال فايز جيب الفهد، راح نجيبه ان شاء الله باذن الله راح نجيبه. هذا هو فانك فوكس. اوكي فانك فوكس، ما ادري وش فانك فوكس الاسم العجيب هذا. طيب هذا الثعلب يعيش شمال افريقيا. اوكي ايش من 1 إلى 5 اشخاص او خمس العمر حقه 12 سنة بس، فقط 12 سنة. اوكي ما يعيش مع احد. طيب بانك فوكس ثعلب هذا ايش يحتاج؟ يحتاج ما يحتاج ماء، ممتاز. يحتاج مساحة 182 اوكي بالصحراء، حلو. معناته بيكون هنا جنب هذا صح؟ يا يعني مفروض يكون بجنبه لانه كلهم صحراء، الصحراء بيكون هنا. طيب خلونا نضبط له سور فانك بوكس. خلونا نحط له سور، ونفس السور هذا اللي هو هذا صح؟ اعتقد انه هذا. شوف ممكن هلا خلي فراغ بينهم، لو احط طريق ولا شيء يا بخلي شوية فراغ. ليش مو طلعت الخيارات هذه؟ ناب. اوكي ضبطت القفص، يلا نكفي مشكلة. فراغ هذا ما راح استفيد منه، ما يمديني احط طريق فيه. خلنا نشيل هذه شوي، غير مكان مثلا نحطها، خلنا نحطها هنا مؤقتا بس. طيب شوف هل يمديني احط طريق هنا؟ لا هذا صار شيء إياه. يعني المربع هذا فايز ما استفدت من اي شيء الفراغ هذا. اوكي اوكي طيب هل يمديني دقيقة اسحب المبنى كامل؟ بسحب المبنى كامل، هل يمدي ولا لا؟ ما اتوقع يمدي. طيب بليز 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 ما في. طيب يعني نت سويتها كلها خطب خطب. طيب خلنا نسوي ايديت. اتوقع يمدي. لحظة عرفت 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 كيف اسحب المبنى. فايز مفروض كنت كنت تعرف يا عرف. اوكي ما يمدينا. طيب مو مشكلة، هنا بنحط اشجار ولا نحط اشياء دينا. اوكي او فايز خليك ذكي، شيلها لحظة، شيل هذا، شيل الجهة هذه كلها. اوكي ديليت، حلو وش بك وخلاص. طيب لها قضية يا بس كذا صار مرة كبير حق الثعلب. يمدينا الصغرة، يا يمدينا الصغرة. اشيل هذا، ناوي يحتاج 180 بس اتوقع، شي مرة صغير. برضو شيل هذا، شيل هذا، حلو. ونسكره من هنا. اوكي حلو كذا صح؟ مع انه مو المشكلة مو متوازي من هنا، صاير ما في، مو مثلث. ما ادري فهمتوا علي ولا لا، انا ما ادري ايش قاعد اقول. المهم ما ادري ايش قاعد اقول انا. المهم خلونا نجيب الثعلب. خلونا نجيب الثعلب. لا ما نبغى هذا، نبغى بوكس هذا. حلو يا رخيصين. اوكي اتوقع تكاثرون بسرعه. هذا مره حلو، هذا احسن واحد. خلينا ناخذه بلف وشوي. ذكر نحتاج انثى. ليش ما في اناثي؟ شت ما في صفحه ثانيه؟ لا في هذه 3000 مره غاليه. يا خلنا نسوي كيف اسوي تحدي؟ في هذه ب 3000 فقط، وفي هذه ب 700 لكنها مره مريضه ومره صغيره. هذه برضو مرة صغير حجمها، ما راح اخذها.
ناخذ هذه صح؟ هذه لا او هذه والله ما ادري، يا هذه لا هذه افضل، هذه ما راح تموت. طيب يا واضح ان الاناثي الثعلب هذا مره نادري، مره نادري لان ما فيه، فبنحاول ننتج منه. وانا قبل شوي باخذ هذه. اوكي حلو. طيب الحين خلونا نجيبهم، اخذ هذا وهذا. الذكر عندنا تمام لكن الانثى مش تمام. طيب في واحد قال فايز على طول حطهم حق الامراض. ما يحتاج، هو انه حق نفس الدكتور حق الامراض او البيطري راح يجي هنا يشوفهم، فمو لازم. طيب حطيت لمبات تلاحظون عشان بالليل يشوفون. الحديقه مره صغيره لكن ان شاء الله راح تتكبر ان شاء الله. طيب شوف هذول هل تكاثر ولا لا؟ يب تشوفون واحد صغير. حلو حلو حلو، انه قبل شوي طلع لي رساله انهم تكاثروا. هنا هذا امس صغير او ليمور صغير، اعتقد قال ليمور، يعني ليمور اتوقع انه القرد. في ثاني هنا صاروا اربع، او نمس صح قلتوا لي برضو نمس. خمس، كم هذول كم عددهم؟ واحد بس واحد. خلينا نشوف هنا يا عندنا سبع، اثنين ثلاث اربع خمس، واحد اثنين ثلاث اربع خمس، وات كاتب لي سبع هنا. اوكي يمكن واحد اخذينه. طيب هل هذول جو؟ يس جو 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 جو، ان شاء الله ما يمديهم يقفزون القفص، بليز ان شاء الله ما يمديكم. الثعلب هذا اول مره بصراحه اشوف ثعلب زي كذا اثنين كبار، احسه ناعم ادري ليش احسه كيوت ناعم زي القطو. ايه واضح عندكم؟ يا واضح. قبلنا نحط الاكل نحط الاشياء قبل الناس الحين تزعل علينا تعصب. خلينا نوقف اللعبه، الناس على طول يعصبون يسوون مظاهرات، فانا ما قبل يسوون مظاهرات لازم نحتاج ساند كثير. طيب سهلة، حط له ساند يعني لأنه يعيش بالمنطقة الصحراوية. خلونا اللمبة هذه راح أشيلها، خلونا نحط له ساند كثير. حلو، إيش تبغى كمان؟ ساند كثير حطينا لك، تحتاج شلتر، يحتاج ماء، أنا عارف تحتاج أشياء كثير، تحتاج أشياء تلعب فين. أوكي خلونا نجي هنا ونبحث عن الثعلب نفسه اللي هو بينك فوكس. فين 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 وين راح؟ بينك فوكس. حلو يطلع لك جميع الاشياء اللي قصة. اول شيء نحط له ماء، راح احط كبير او حق الاكل، او نحط كبير. لا 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 مرة صغار، خلينا نحط راضي يحط. اوكي حطه هنا. نحتاج ماء، الماء نحتاج برضو هنا. حلو طيب خلنا نضغط على، حطينا له ماء حطينا هذه، حط له هذه برضو يمكن معناها حقت ماء لكن مو مشكلة. مكان ينامون فيه شلتر، نحتاج لهم شلتر، نحتاج شلتر صغير صح هذا. او ماي جاد ابغى نفس حق اللي احنا اخذنا هذاك، لا ابغى واحد بيز، ابغى واحد صغير بيز صغير. اوكي هذا حلو، او هذا لا في هذا صغير، يا هذا حلو هذا حلو هذا مره حلو. نزله شوي شو حطه هنا، خلنا نشوف شوف هل يصلح الشلتر هذا لكم ولا لا. شغل لعبة 100%، هل تنقص 90%؟ ما يضر يعني ما يضر 90%، ما راح يضر. حط لهم هذا كذا، صار وضعك تمام صح. طيب اي ثاني تحتاجونه؟ ممكن يحتاجون اشياء يلعبون فيها. اوكي اوكي نحط له الكرة هذه المضيئة.
وحدة ما ينفع. حط هذا، اثنين. حط لهم اكل. اوكي هذا متحمس مرة. حط لهم رشاش موية هنا. اوكي 100% وضعهم تمام صح؟ اوف. ما ادري ايش بصراحة. تقول اذا اللي يعرف ايش اللي قبل شوي. طيب وضعهم تمام. وضع الفوكس تمام. كبر ذنيه. ذنيه مرة كبيرة. اشكالهم مرة كيوت. مرة كيوت اشكالهم. طيب هل يحتاجون نباتات؟ اكيد يحتاجون ديزرت. نباتات من الديزرت. طيب سهلة. نجي هنا ونروح البايوم. ديزرت. اوكي افريقيا. اوكي بس احجار وكذا. طيب خلينا نحط لهم حجر. لا ما ابغى كبيره لانهم مره صغارهم. نحط لهم حجر كبير ليش؟ خلينا نحط هذه هنا. نحط لهم مثلا حجر برضو هنا. نحط لهم في اشجار في اكبر من هذه. تجيك داخل على مبنى حق. شكله حلو. انه داخل شوي كان افضل لكن مو مشكلة. حاليا كذا شكله حلو. هذا ما يصف. كأنه صوت طيران مدري شو. طيب خلينا نحط لهم من هذول شوي هنا. اوكي. اتوقع كذا تمام صح؟ هو المفروض ما يتعدى الابيض هذا. حط شوي هنا ما يضر. اوكي في شيء ثاني نحطه؟ نحط نخل. يا حط وحده. صدق ثنتين عشان يطلع الشكل كذا. ممتاز الشكل كذا مره حلو. مره حلو. نحتاج حق الدونيشن زي هذه. نسخ نحتاج هنا وحده. عند الشباب هذول وحده. ونحتاج لوحة معلومات لهم لما يقولون ما نعرف ايش الحيوان هذا. معروف روض. حط لهم حطين عند الزحمة. حط لهم سبيكر هنا. ما في كهرب. توقعت بصراحة. طيب نحتاج كهرب 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 على السريع. هل حط طاقة شمسية برضو؟ الطاقة الشمسية ما تأثر على دوار. ما لها صوت ما لها أي شيء. حط فوكس. حط هنا فوكس. حلو كده المفروض الناس مبسوطة. مفروض بس هذي بيلي وصلها. نجيب طريق من وراء. هي نجيب طريق من هنا المساحة هذه. دقيقة هات هلا كذا صح؟ هل الطريق هذا يركب لها حق؟ لا 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 تستهبل. خليك سيدة لا تستهبل. يا بليز قلت خليك سيدة. اوكي حلو حلو كذا حلو صح؟ يجي الموظف يعدلها اذا خربت ولا صار لها شيء. ممتاز ممتاز وضعنا بالسليم. طيب الحلقه الجايه عاد اكتبوا لي ايش الحيوان اجيب. في واحد قال فهد خلاص راح اجيب الفهد الحلقه الجايه. بس اكتبوا لي برضو ايش تبون اجيب حيوان. اكتبوا لي ايش الحيوانات اللي تبون. بس ابغاها تكون حيوانات ما جبناها مثلا بالسلسله. نتوقع كل الحيوانات جبناها لكن اكتبوا لي تحت بشوف ايش تبغون اجيب. بس ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن تسوي نفس اللي سوى خويك تو